داخل القافله. تعالوا منا خالي الحسين، شلابكم ما تبون داخل الحسين، عادي فليكم، تعالوا منا شوي، تعالوا منا. صلوا على محمد وآل محمد. فصلى صلاة المغرب والعشاء، ارتاحوا تلك الليلة، صار الصبح، صلى بهم صلاة الصبح، تحركت الجيوش بأمر من أمير المؤمنين. بينما الجيوش تسير، صار وقت الصلاة، نزلوا في منطقة وإذا جبل عظيم. الإمام أشار قال افرشوا مصلاي أمام هذا الجبل، فرشوا المصلى، اصطفت الألوف خلف أمير المؤمنين. فبينما هو على مصلاه حتى تزول الشمس، يصير وقت الصلاة، وإذا بمن حضر يرون الجبل قد انشق إلى نصفين. وإذا برجل بهي الشيب نوراني بيده زمام ناقة خرج من داخل الجبل، إجا فجلس بين يدي أمير المؤمنين جلسة العبد الذليل، سلم على الإمام وتحدث مع الإمام إلى أن انتهى من حديثه، فودع الإمام وقصد إلى شق الجبل، فعاد الجبل كما كان. صلى الإمام بالناس، جاءوا الناس يسألون الإمام ما هذا الأمر، قال هذا نبي الله صالح وهذه ناقته، استأذن أن يسلم عليه فأذن له في السلام عليه.